تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة صورة. ما في متابع لكرة القدم ما بيعرف لقطة قفزة مارادونا في ايده وهو بيسجل في شباك انجلترا. بس خلونا ندخل بتفاصيلها عشان تكون قصة هالصورة كاملة. تعود اللقطة طبعا إلى دور الثمانية من كأس العالم 1986. انجلترا بتواجه الأرجنتين، مش مواجهة كرة قدم. بل هي مواجهة سياسية بحتة لأنها جاءت بعد حرب الفوكلاند بأربع سنين واللي انتصرت فيها إنجلترا بشكل ساحق على الأرجنتين مباراة بطابع سياسي عسكري لعيبة الأرجنتين أخذوا الأمور شخصية وطنية أكثر من مجرد كروية ماردونا قدم أداء مذهل لأنه تصرح وعاد الجمهور أنه يهزم إنجلترا هذه المرة في هاي المباراة غلب الإنجليز بس مش كل شيء كان مجرد أداء في الدقيقة 51 النتيجة سلبية ومن دربكة معينة بتصير في خط الدفاع بحاول أحد لاعبي إنجلترا ستيف هوج يرجعها للخلف مارادونا ينتبه لهذا الموضوع يدخل منطقة الجزاء يقفز مع الحارس العملاق شيلتون ويلمس الكرة بإيده ويسجل الهدف ثم يذهب ويحتفل وكأنه لم يفعل شيء وهون كان الذكاء رفع ايديه تجاه الجمهور وطلب من اللاعبين يحتفلوا معاه بشكل واضح ليخدعوا الحكم ويعتبروا الموضوع طبيعي هو اعترف بذلك بعدين وقال قلت لهم ان لم تحتفلوا معي الحكم سيلغي الهدف هذا الاحتفال خدع الحكم التونسي وقتها علي بن ناصر اللي قال عن ذلك نظرت لحكم الراي لأخذ وجهة نظره لأني شعرت أن هناك شيء خطأ لكن لم أجد منه أي إشارة هذا الهدف جعل الحكم علي بن ناصر من ألذ أعداء الإنجليز لسنوات طويلة وهم بهاجموه وينتقدوا بعد الهدف بأربع دقائق فقط انطلق مارادونا انطلاقة صاروخية لا تنسى راوغ لاعبي إنجلترا الواحد تلو الآخر وسجل هدف عظيم للعلم حتى هذا الهدف كاد الحكم علي بن ناصر يكون بطل فيه لأنه ذكر أنه فكر باحتساب الخطأ بعد تعرض مارادونا للضرب مرتين خلال رحلته للهدف لكن قال قلت حخليه يكمل وقال لبي بي سي يوما ما كدت أن أفسد أفضل هدف في تاريخ كأس العالم بعد الهدف باليد خرج مارادونا بتصريحه الشهير لقد كانت شيئا من يد مارادونا وشيئا من يد الرب وهو تصريح استفز الإنجليز فخرجت تصريحات منهم واضحة قالوا عن الحكم الموضوع ما بده ذكاء اللعب قزم والحارس شيلتون طبيعي ما حيسجل برأسه أمامه تصريح يد الرب استفز الإنجليز صح لكن خرجت تصريحات أرجنتينية مواجهة وقالت الإنجليز سرقوا بلادنا سرقوا أراضينا إحنا سرقنا مجرد مباراة كثيرين بعد الهدف اعترفوا بأنه احتفال مارادونا وطريقة لحاق لاعبين الأرجنتين فيه كانت ذكية وخدعت الحكم ومن المضحك في الموضوع أنه أحد المعلقين الإنجليزيين الرئيسيين عندما رأى لاعبي إنجلترا يعترضوا على الهدف قال لماذا يعتقدون انه تسلل؟ لقد كانت عائدة من لاعب المنتخب الانجليزي. طبعا هذه اشارة ان الوهلة الاولى خدعت الجميع وليس فقط الحكم. على كل حال هذه اللحظات مش حتتكرر في كرة القدم هذه الايام بسبب الفار فشكرا للتكنولوجيا.